يعني ذهبتي من مصر إلى كندا واستمريتي هناك يعني ما يقرب دلوقتي مثلا من 25 سنة. أيوة. ورجعتي تاني أو بترجعي من حين لآخر هنا، كيف ترين واقع البنات حاليا في مصر؟ والله في واقع معقد جدا وملتبس في بعض الأحيان، وفي تناقضات كثيرة جدا. أنا عاوزة أرصد مبدئيا أنه كأنه كان في طفرة في تاريخ المرأة المصرية حصلت من بدايات القرن العشرين لحد تقريبا نهاياته، أدت لأنه المرأة تحصل على حقوق من نوعية أن من حقها التعليم مثلا، فنلاقي أنه الجامعات مليئة بالشابات وده شيء عظيم جدا. التناقض اللي موازي يعني اللي أنا بشوف أنه رغم حضور التعليم في حياتنا وأنه مفتوح للبنات وللولاد وللشابات وللشباب، إلا أن في النهاية الحياة الخاصة أصبحت أكثر تحفظا مما كانت عليه لما أنا نفسي كنت شاب. يعني أنا كان عندي حريات هنقول مثلا في السبعينيات وفي الثمانينيات لم تعد متاحة لنفس الشابات في نفس العمر النهاردة. فده بيعمل حالة من الانغلاق على الذات وحالة من التراجع. أنا عايزة أقول أنه كان في مكتسبات اكتسبتها المرأة المصرية في الخمسينيات وفي الستينيات وفي السنوات اللاحقة توقفت بشكل مفاجئ وعنيف مع بداية الثمانينيات، وده بالتواكب مع تيارات الإسلام السياسي. صحيح. وأنا بكتب عن ده، يعني بكتب عن ده بالمنطق التاريخي وبالمنطق التأثير الوضع التاريخي والسياسي على الثقافة. ثقافتنا اتغيرت والثقافة تراجعت للأسف لمناطق يعني أكثر تحفظا. من تقريبا ما يقرب من 40 سنة بالضبط. بالضبط. يعني عاوز أقول أنه في محاولة دلوقتي، أن دايما متفائلة بطبعي، أنه في محاولة لإعادة تذكير الناس. أنا بقول اللي اتولد سنة 2000 ما شافش اللي أنا شفته سنة 70 أو سنة 80. الشارع المصري كان شكله إيه؟ المرأة وضعها إيه؟ أيوه. في الشارع المصري حقوقها اللي هي اكتسبتها دي اكتسبتها بال يعني بكفاح وبالمعاناة، اكتسبتها عشان إحنا نضيعها بعد كده خسارة. فطول الوقت أنا بحاول أتأمل في إيه اللي خلانا نوصل لده، وإحنا عارفين تماما إيه هي الأسباب، لكن إيه اللي لازم يتعمل عشان نخرج. هل سهل هذا الخروج؟ أنا حاسة أنه ابتدينا نخرج. حضرتك مستضيفاني النهاردة وده شرف كبير ليا. حاسة أنه بما أنه في مساحات على مستوى الإعلام، على مستوى التعليم على مستوى الوظائف المصري، الوظائف، بما أن في مساحات بنفتحها كنساء يبقى إذن في أمل. وبعدين أنا بشوف أنه الأمل بيورث، يعني لو إحنا وقفنا بس عند منطقة اليأس ما فيش حاجة هتتغير، لكن لو احتفظنا بفكرة أنه في أمل في التغيير وأبرزنا النماذج المشرفة، النماذج المنيرة، ما قفلناش كمان أحكامنا، كنا أكثر تسامحا. يعني أنا بالنسبة لي فعليا اللي بيهمني بالنسبة للمرأة وللشابات بالذات نوصل لمراحل التعليم العليا، نوصل. بعد ما بنوصل للمرحلة دي الاختيار بيكون أفضل بكتير، لكن طول ما المرأة ليست لديها فرصة للتعلم وللتعلم والوصول لدرجات أعلى في المعرفة للأسف ما نقدرش نسيطر بقى على المجتمع. هيفكر إزاي؟ هياخدها في أي اتجاه؟ هي بتسأل مين؟ بتستشير مين؟ وعايزة أقول إنه الوضع ده ممكن ألاقيه في كندا أيضا، لأن أنا برضو في مجال الدراسات العربية بيوصلني شابات وشباب في سن 18 و19 سنة من أصول عربية، الأب والأم عرب، وقفلوا على الأبناء في جاتو كده حاجة عزلة شديدة، والأفكار وكأنها أفكار لم تتغير. فبيوصل الجامعة أوتاوا بيشوفني أو بيشوف أساتذة آخرين وبنبتدي نتكلم على تاريخ المنطقة العربية، هنقول من فترة الاستقلال من الخمسينيات والستينيات وإزاي تطورنا وكذا، بتدي يعرف حاجة مختلفة عن ثقافته الخاصة وعن أوطانه أو الوطن اللي جاي منه الأب والأم ويبتدي يتغير. فأنا بحس أنه التعليم أداة أساسية وبحتفظ بالتفاؤل الأساسي، لأنه مش تفاؤل سطحي أو تفاؤل عاوز أقول سهل، لا هو تفاؤل مبني على معرفة ودراية بأنه المجتمعات تتغير،
وزي ما تغيرنا للأسوأ نقدر نتغير للأفضل.